Thank you.
عن ميراثك وعربون الروح وعن حقك. ملك الملوك وجلالك، عارفك تقول معانا، عارف المصريين حتى لازم يشهدوا اكتر. صح صح صح، ايوه كده، عظيم وجلال، تمتع بيه. ما تقولش الاخ الفلاني هيقول عني ايه. يلا مع بعض بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدين، دي الانهار بتسقف لك، كل الالام مستحق مستحق. يا رب كلمه منك ونص الملوك يعزل ملوك، هو اله عظيم. انت Yeah.
السجاد بنحتفل بفدينا الحي للأموات. شايل كل احمالي في السماء تشفع فيا امري ضعف. شكرا يا رب. مديونين ممنونين. شكرا يا رب. يلي مت بدلي وشايل كل احمالي في السماء تشفع قلبي.
سلطانك بيحرر حرية أجلك للجلجثات حتى ترتاح ثبت وجهي نحو الصليب وذا لأني أحببتك من أجلك سرت ذا الطريق من أجلك للجلجثة ثبت وجهي نحو الصليب وذا لأني أحببتك أحببتك صرت في عيني عزيزا مكرما وسطرتك صرت بالدم الثمين مبررا أحييتك كنت في جب الهلاك ورفعتك وشفيتك من كل مرض وداء أبرأتك إكليل شوك عار وموت كان اختياري درب الصليب درب الصليب يا أروع المشهد الرهيب حيث التقى عند الصليب عدل ورحمة حب عجيب عمل إلهي فاق الحدود يا أروع مشهد الرهيب حيث التقى ورحمة حب عجيب عمل إلهي فاق الحدود أحببتك صرت في عيني عزيزا مكرما وسطرتك أحييتك كنت في جب الهلاك ورفعتك وشفيتك من كل مرض وداء أبرأتك إكليل شوك
حبتنا إلى المنتهى، وإحنا كنا متداس علينا بدمنا مرمين على قارعة الطريق. يا رب لم تشفق علينا عين غيرك، محدش يا رب حبنا زيك واخترتنا، مع إن كنا مش لايقين عليك، بس حطيت نعمتك علينا وصورتك فينا وشفت فينا عروسة ليك. يا رب نشكرك لأنه يا رب أخليت نفسك من أجلنا، أخذت صورة عبد، صرت في شبه الناس علشان كل لحظة عشتها على الأرض كنت بتفكر فينا وبتعملها عشان عايز تكون متاح وقريب، تتشاف وتتحس وتتسمع. شكرك على حبك يا رب، حبك يذيب القلب ويأسر الحياة، لا تسمح أن حد فينا يستولي عليه سادة سواك يا رب، ما حدش ليه حق فينا غيرك. وإحنا جايين نقولك إحنا بتوعك، إحنا ملكك، دفع فينا ثمن غالي، لا تسمح ان حياة فينا تتهان يا رب بعيد عنك، انه ابليس يا رب يطربت تماما في حياتي يا رب، ولادك وبناتك، ومش بس هم لكن ولادهم يا رب واحفادهم كمان. اشكرك لان احنا اشترينا بدم ثمين، مش بحاجة تفنى ولا ذهب ولا فضة. اشكرك لان حبك لينا سع كل حاجة، لا مرض ولا ضعف ولا قساوة ولا عناد يقف بيننا وبينك، لانك بتغفر الكل وبتستقبل الكل في احضانك. أشكرك لأن محبتك مش ممكن تتقاس أبدا يا رب، لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، وإحنا حبايبك، إحنا حبايبك. خلينا نصدق في حبك ونرتمي على صدرك يا رب في اسم يسوع. قد إيه بتحبنا، هنحبك ونكرس الحياة، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش فيما بعد الأحياء لا لأنفسهم، بل الذي مات لأجلها مقام. لن نعيش لأنفسنا، لن نختار لأنفسنا، عايزين ملء مشيئتك، حبك ونورك يسطع فينا. لك يا سيدي يا فرحتي يا بسنتي أقدم تسبيحتي لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم ترنيمتي
لك أنا بجملته يا ملجئي وراحتي. سمعتي صوته ينادي اسمي وبكلمة منه ردي روحي جوا جسمي. من جوا سمعتي صوته ينادي اسمي وبكلمة منه ردي روحي جوا جسمي. ليكون ضلال ساعد غير ايديه. وانا رفع عيني لي عينيه ولا ايدي تسمي او تساعد غير ايديه.
انا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. انا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي انا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. انا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق ساجدين قدامك. كلنا ليك يا رب، كل ليك اللي بدمك اشتريتني. لا يكفي كل التكريس، كل الايام، كل التدقيق، لا يكفي كل الحب يا رب، يا من احببتنا اولا. ساعدنا نعيش لك ونكرمك بالقلب، بالشفاء، بالتقوى لمجدك. سود علينا الآن واملأ المكان بحضور عجيب من روحك الحنان. شكرا لأجل حضورك. كلمنا يا رب، نبارك اسمك ونعظمك، نشكرك ونعطيك كل المجد. آمين. قدوس 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 يسوع، قدوس يسوع، قدوس 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 قدوس. صوت الملائكة يعلو فيه
سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحياني مجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدس لشخصك يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قدني أنت بروحك، فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قدني أنت بروحك، فيراك الناس فيا يا قدوس. قدوس 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 يسوع يسوع قدوس يسوع عند صليبك يا قدوس. أنت هو الراعي الأمين، من قادني عبر السنين، على كفيك نقشتني يا قدوس. بنيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي، لأحيا حياتي بشمعك يا قدوس. قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. بنيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي، لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. قدوس 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 يسوع نعد نفوسنا لاستقبال كلمة الرب. كما تعد الأرض نفسها لاستقبال البذار التي تصنع ثمرا، وانت بتستعد لسماع كلمة الرب قل له: بنيت قلبي وطلبتي أن تتغير صورتي، فأحيا بشبهك يا قدوس. حول هذه الترنيمة لطلبة قلبك النهاردة، لأن هذا الشبه وهذه الطبيعة وهذه الخليقة كانت أمام يسوع وهو ذاهب إلى الصليب. هذا هو السرور الذي كان موضوعا أمامه،
ومن أجله احتمل الصليب مستهينا بالخزي، احتمل الألم الجسدي والخزي النفسي والعار، بل والألم الروحي عندما انفصل عن الآب. من أجل هذا السرور الموضوع أمامه، أن يجعل منك ومني إخوة بالتبني ليسوع المسيح، أن يجعل منا أبناء وورثة، ورثة الله وارثون مع المسيح. ذهب ليصنع هذا الميراث ويعطيه لكل واحد فينا. لا تكفي الأبدية شكرا وحمدا وسجودا، إذ جعلت من التراب شريكا في ميراثك الأبدي. كم يستطيع التراب أن يشكر؟ وإن شكر كيف يفيه شكر التراب؟ لا يسعنا إلا أن نشكر ونسبح ونمجد ونفرح ونحيا كل لحظة في حياتنا من أجل هذا المجد الذي دعوتنا إليه، من أجل هذه الدعوة السماوية، من أجل هذا الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لنا في السماويات. أعظم شكر نشكره هو أن نأخذ هذا الميراث ونتمسك به ونعيش من أجله. هبنا أن نراه يا رب، هبنا أن تستنير عيون أذهاننا لنراه، وعندما نراه نتمسك به، ويكون هو السرور الموضوع أمامنا، فنحتمل كل شيء ويتصاغر كل شيء أمام هذه الدعوة وذلك الميراث. في اسم المسيح كلمنا، كلم قلوبنا وعقولنا، وغير بصلة حياتنا لكي تستهدف سفينتنا هذا المرفأ، هذا المرفأ باسم المسيح يسوع. أمين. نعود للفقرة اللي بدأنا بيها مؤتمرنا ومكملين. الفقرة المتاخد منها شعار هذا المؤتمر: مستنيرة عيون أذهانكم. في هذا الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول لأهل أفسس يقول: لذلك أنا أيضا إذ سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. إيه الصلاة، إيه الطلبة المحورية اللي بيصليها بولس الرسول لأهل أفسس؟ كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا. ويبدأ يستفيض في الوصف ومشاعره تطلع في اختيار الكلمات والمفردات. ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. هذا ما أخذه ليعطيه لنا. هذا الذي يريد بولس الرسول أن تستنير عيون أذهاننا لنفهمه. ما هو هذا الميراث العظيم الذي أخذه المسيح ليعطيه للكنيسة؟ أرجع لبداية الإصحاح، بداية رسالة أفسس،
مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. إزاي هيحقق ده؟ إزاي اخترنا لنكون قديسين وبلا لوم قدامه؟ عمل إيه عشان يحقق ده؟ إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. هذا هو رجاء دعوته، وهذا هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وهذه هي عمل عظم قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، أن عيننا للتبني بيسوع المسيح. رسالة أفسس رسالة مهمة، وكانت من الرسائل العامة الدوارة التي ليست مكتوبة فقط لأهل أفسس، ولكن كانت تقرأ في جميع الكنائس، عشان كده تلاقيها من ضمن الرسائل اللي هي ما فيهاش كلام كتير خاص بكنيسة أفسس، زي مثلا رسائل كورنثوس مثلا. فرسالة لاهوتية، رسالة تعليمية مهمة لجميع الكنائس. وإذا عملت أوفر فيو كده، شكل نظرة عامة رسالة أفسس، تلاقيها مكونة من نقط دي. أول حاجة يبتدي بأنه مشيئة الله، إيه هي مشيئة الله القصوى؟ إيه هي دعوة الله للإنسانية؟ إيه هو رجاء دعوة الله؟ إيه هو غنى مجد ميراث الله الذي يريد أن يعطيه للبشر؟ وبعدين عمل الله المعجزي الذي جعل ذلك ممكنا علشان يدينا ده. هو عمل حاجة، راح أخذ ملكا، ذهب وصنع أمرا عظيما لكي يحقق مشيئته القصوى في كل واحد فينا، اللي هو بيقول عليه عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات. المسيح هو رايح للصليب، السرور الذي كان موضوعا أمامه هو أن يأتي بإخوة كثيرين إلى المجد، أن يكون متاحا لنا التبني بيسوع المسيح. ثم يتكلم ان دي الدعوة، انت مدعو ان انت تتغير الى صورة المسيح. ده مش ممكن يكون بدون عمل الصليب والقيامة، وعمل الصليب والقيامة جعل متاحا لروح الله ان يسكن في البشر. القوة التي تعمل فينا تتأيد بالقوة بروحه في الانسان الباطن. وبعدين زي كل رسائل بولس يقول إذا كانت دي دعوة الله، وإذا كان ده عمل الله الذي يجعلها ممكنة، وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من الأموات أصبح ساكنا فيكم ويستطيع أن يعمل فيكم، إذن كيف ينبغي أن تعيشوا؟ وبقية الرسالة من أول بقى الأصحاح الرابع. فإذن أيها الأحباء، تعيش إزاي؟ تتكلم إزاي؟ تتعامل إزاي مع الكلام؟ تتعامل إزاي مع العلاقات؟ الراجل والست يتعاملوا مع بعض إزاي؟ الأباء والأبناء يتعاملوا مع بعض إزاي؟ العبيد والسادة يتعاملوا مع بعض إزاي؟ شكل الحياة بقى اللي أنت مدعو أنك تعيشها، التغيير ده شكله إيه؟ مش قادر، انت مش قادر، بس فيه قوة تعمل فيك في الإنسان الباطن، هي قوة الروح القدس التي أقامت يسوع من الأموات، والتي ستقيمك أنت في اليوم الأخير مع يسوع. قادرة هذه القوة أن تعمل فينا الآن لنحيا هذا الشكل من الحياة الأخلاقية والعلاقاتية. رجاء دعوته هو أنه سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. يعني إيه التبني؟ المسيح ابن الله بالطبيعة، ابن شرعي لله، هو عقل الله، هو اللوغوس، هو ابن الله، هو كلمة الله، هو رسم جوهره، هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته،
هو الذي خلق الله به العالمين. كلمة كن فتكون هي المسيح الذي به خلق العالمين، الذي فيه يقوم الكل، الذي فيه كان الكل وفيه يقوم الكل. هو بالطبيعة ابن الله، إنما نحن متبنون. تخيلوا عيلة كده فيها أب وأم وعندهم أولاد طبيعيين من صلبهم زي ما بيقولوا، من صلب الراجل ومن بطن الست، ومن كتر محبتهم، من فرط المحبة، بيبصوا كده ويشوفوا أولاد في الشوارع وأولاد في الملاجئ وأولاد مطروحين كغنم لا راعي لها، يقولوا عايزين نتبناهم دول كمان، ندخلهم أسرتنا وحنورثهم زي الابن الطبيعي. يا ريت بولس يقول تستنير عيون أذهانكم لتعرفوا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، إنه عيننا للتبني. هذا الابن الأزلي الذي كان في حضن الآب، الذي هو والآب واحد من قبل إبراهيم، أنا كائن، أنا والآب واحد، الذي هو كلمته ولم يكن الله أبدا بدون كلمة، الذي هو عقله وعقل الله والله واحد، قرر في الزمان والمكان أن ينزل ويأخذ صورة هؤلاء. إذ اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، وصار الإنسان الذي كان في ذهن الله عندما خلقنا. نحن مخلوقين على صورة المسيح، نحن مخلوقين على صورة الله، ونزل إلى هذا العالم وفعل ما لم نفعله نحن. آدم، المسيح هو صورة الله، آدم مخلوق على صورة الله. آدم الذي هو فقط مخلوق على صورة الله، عندما وجد نفسه لديه الحرية ويستطيع أن يفعل أشياء، يزرع يخلف، فافتكر أنه هو بيعمل الحاجات دي بنفسه، وإحنا دي تجربتنا طول الوقت، فاكرين أن إحنا اللي بنعمل كل حاجة، إحنا بنعمل المصانع وبنخترع وبننور النور وبنكيف الأماكن وبنعمل طيارات. ده حتى البشر احنا بنعمل، انا بقرر انا والمدام نجيب بيبي ونقرر ما نجيبش بيبي. فالتجربه كانت بتاعه ادم انه وهو مخلوق على صوره الله رفع نفسه وعصى ظانا نفسه الله. المسيح الذي ليس هو مخلوق على صوره الله بل هو نفسه صوره الله غير المنظور بكر كل خليقه، عندما وجد في الهيئه كانسان كادم وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وهذا الموت هو الذي جعله يستطيع أن يأخذ هذا الميراث من الآب ويعطيه لهؤلاء الذين اشترك في دمهم ولحمهم، وهم اشتركوا فيه بالإيمان، ليصير ممكنا أن الآب يورث المتبنين أيضا مثلما له هذا الميراث مع الابن الوحيد. قبل أن يذهب يسوع إلى الصليب يقول له مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. بس أنا في حالة دلوقتي أنا لابس لحمهم ودمهم، أنا عايزك تمجدني وأنا في الحالة دي عشان أقدر أخذ المجد ده وده لهم. قال له مجدت من قبل تأسيس العالم وأمجدك وأنت في هذا اللحم والدم لكي أجعلك تستطيع أن تعطيهم هذا المجد وتورثهم ما هو لك بالطبيعة. أنا والآب واحد يقول المسيح، ويصلي في يوحنا 17 مع الصلاة الطويلة الأخيرة
مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. أنا أريد أن هؤلاء يكونون معي. كأن الابن الطبيعي يقول لأبوه أنا حبيت الولاد المتبنين دول وعايزهم يبقوا معايا للأبد وعايزهم يورثوا معايا ليكونوا واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الآب واحد، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. هي دي خطته، هو ده حلمه، هو ده السرور اللي كان موضوع أمامه. فكأن الآب يقول له مجدت وسأمجد، مجدتك قبل تأسيس العالم وأنت شريك في المجد معي، أنت وأنا واحد، وسأمجدك أيضا وأنت تلبس لحمهم ودمهم. كيف مجد الآب الابن إذ أقامه من بين الأموات؟ هذه هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. ما هو هذا العمل الذي عمله في المسيح؟ ما هذا؟ إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة. وأنتم بقى، وأنتم كمان، إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء، الله الذي هو غني في الرحمة، غني استعد يتبنى البشر كلهم ويورثهم كلهم. من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. أقامه من الأموات وأقامنا معه، أجلسه عن يمينه في السماويات وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. هذا هو رجاء دعوته، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. ما تكفيش الأبدية شكر وحمد. تخيل كده مليونير يجي يتبنى طفل في ملجأ، مش يديله كتاب ولا يديله لعبة ولا يصرف عليه في المدارس، لا يديله اسمه ويورث زي ابنه البكر. يعمل ايه ده؟ يعمل ايه فيا؟ ايه فيا؟ ايه علشان تعمل فيا كده؟ فيا ايه عشان تتبناني وتورثني؟ ده المستقبل، ده المستقبل. كما اقام المسيح من الاموات سيقمنا ويعطينا نفس جسد المسيح المقام من الاموات. وده كنا في الوركشوب بنستعرض كل العهد الجديد، إن ما فيش رسالة من رسائل العهد الجديد إلا وده بؤرتها، إنه الله الذي أقام يسوع من الأموات سيقيم أجسادكم أيضا بروحه الساكن فيكم. كما اشتركنا فيه روحيا سنشترك فيه أيضا جسديا، سنأخذ نفس هذا الجسد الممجد. يبقى من حيث الواقع المستقبلي سنأخذ هذا حينما يظهر المسيح، حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. أن سيرتنا هي في السماويات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسدي تواضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده بحسب استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. أيها الأحباء، لسنا نعلم ماذا سنكون، لكننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كما لبسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوي أيضا. ده من حيث المستقبل. من حيث الواقع الحالي بقى دلوقتي، إن كان روح الذي أقام يسوع في من الأموات ساكنا فيكم، يقول بولس الرسول في روميا، فالروح هذا الروح القدس سيحيي أجسادكم المائتة أيضا في اليوم الأخير. طب وبيعمل إيه بقى دلوقتي؟ يجعلنا مشابهين روحيا، سنشابه جسديا جسد المسيح المقام من الأموات لكي نحيا معه إلى الأبد، والآن نشابهه روحيا، نشابه
شخصيته. وده موضوع فيه ايه؟ فيه عمل الهي معجزي بالروح القدس وفيه تجاوب انساني. في رومية 8 يقول ان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائتة ايضا بروحه الساكن فيكم. اذا ايها الاحباء، دايما بولس يقول ال 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 الوضع الروحي في السماويات، الوضع الشرعي المجيد، وبعدين يضعنا امام مسؤولياتنا. اذا ايها الاحباء نحن مديونون. مديون ولا مش مديون؟ اللي اتاخد من الزباله وبقى ابن وريث مديون ولا مش مديون؟ مديون. اذا ايها الاحباء نحن مديونون، ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد. الجمله دي مين اللي بيميت اعمال الجسد؟ النص هيقول الروح القدس والنص هيقول احنا تميتون. كلمه بالنحو ايه؟ تميتون، بس مش بقوتكم، بالروح، نفس هذا الروح الذي فيكم الذي سيقيمكم في اليوم الأخير لتكونوا مشابهين المسيح القائم من الأموات. نفس هذا الروح مستعد أن نغيركم روحيا لتصيروا روحيا في شبه شخصية يسوع، بس ده محتاج منكم تعاون. ليه؟ لأن أنت عندك سيادة. أنا عندي سيادة بنا تراب. لا، هو عمل لك سيادة، عمل لك إرادة حرة لا يرغمها على شيء. دولة صغيرة فقيرة، بس دولة ليها سيادة. وانك انت تمارس سيادتك دي في ان انت توافق انه يعمل فيك كده. اوافق؟ طبعا اوافق. بس انا بقى ربنا يقول لك ايه؟ انا مش بتاع كلام زيكم. موافقتك معناها تشتغل معي. ما انا ما حلتش حاجة. هات اللي حلتك. زي الهيئات كده اللي تقول لك ايه؟ طلع انت من عندك اللي تقدر عليه وانا اي تريبلت عشان تبقى ايه؟ شريك. ليه؟ عشان انت ليك قيمه. يقول الذي ليس له فضه هل امه اشتروا؟ اشتري بايه؟ انا مش فضه. انا تشتري عشان انت مش هتبقى شحات ابدا. اشتري بايه؟ ما عنديش فضه. هات اللي تقدر عليه، اشتغل معايا، ارفع الحجر، اعمل اي حاجه عشان تبقى ده. شوف بقى، عايز يديك كرامة كمان، مش عايزك شحات، مش عايزك بتبقى سلبي كده هو يعمل كل حاجة، عايزك تكون شريك في هذا الميراث. إذن أيها الأحباء نحن مديونون لا للجسد لنعيش حسب الجسد، لكن لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون. في صراع هنا، وهنا بيتكلم بقى بولس عن هذا الصراع في غلاطيا، بيقول يا أحبائي الذين أتمخض بهم. تخيل بقى الصورة بتاعت واحدة بتولد، مين تعبان؟ الأم، ومين كمان؟ والبيبي. تخيل ده بيتفعص وبيعدي في قناة ضيقة جدا، هي مزع وهو بيتفعص، دي عملية التلمذة. بيقول أنا بولدكم في المسيح فأنتوا بتتعبوا وأنا بتعب. يا أحبائي الذين أتمخض بهم إلى أن، وبعدين ينزل البيبي كده وبعدين يمسح من على وشه الدم والزرق ومن ال He's got his father's nose. إلى أن يتصور المسيح، تبتدوا وكل ما يكبر البيبي كل ما يبقى شبه أبوه. عيال الأسيس خالد كل ما يجي عليهم عمالين يبقوا الأسيس خالد، عمالين يطولوا ويرفعوا ويبقوا في قمة الطيبة واللزازة والجمال. هم عشان ولاد يعني، انا اقصد ان عشان ولاد يعني، وطبعا منال مستترة فيهم، بس هم عشان ولاد شبه ابوهم. يا احبائي الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيهم. طبعا مش هيتصور المسيح فينا جسديا، ده هيحصل في القيامة، هناخد نفس جسد المسيح.
لكن النهاردة يتصور فينا إيه؟ روحيا. بؤرة الإيمان والحياة المسيحية التي نخطئ كثيراً عندما نتخذ بؤرة أخرى سواها، البؤرة التي منها يتفرع كل شيء، هي أن الله يريد أن يعطينا طبيعة جديدة، خليقة جديدة هي طبيعته. من خلال ده يكون الخدمة، من خلال ده يكون التعليم، من خلال ده يكون المعجزات، من خلال ده يكون كل حاجة. بس ما فيش ولا حاجة من دول ينفع تبقى هي البؤرة. هي البؤرة كده، بؤرة واحدة. البؤرة دي تخلي كل أجزاء الصورة واضحة، لكن لما تغيب البؤرة تبقى كل أجزاء الصورة موجودة لكن ولا حاجة منها واضحة، ولا حاجة منها مثمرة بنفس درجة الإثمار اللي هتكون موجودة لما تكون البؤرة دي in place، لما تكون البؤرة دي في مكانها، إنك تحيا لكي يتصور المسيح فيك، لأن هذا هو رجاء دعوته، وهو ده حلمه، وهو ده اللي من أجله عمل كل حاجة، مستهيناً بالخزي لكي يعطينا هذه الطبيعة الجديدة في المسيح يسوع. لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة، لكن الخليقة الجديدة يسوع المسيح. الطبيعة الروحية الأخلاقية ليسوع، ثم في بعد ذلك الطبيعة الجسدية التي قام بها من الأموات، وذلك عندما يقوم المسيح في مجيئه الثاني بتجديد ليس فقط أجسادنا بل الأرض والسماء. يقول في رومية 8 إن الخليقة بتائين، وإحنا الذين لنا باكورة الروح اللي إحنا روحياً عمالين نبقى زيه، لكن نئن في أجسادنا متوقعين التبني الكامل بقى فداء أجسادنا. حتى الخليقة أيضاً ستعتق من عبودية الفساد. ده الحلم، ده اللي كان شايفه هو رايح الصليب. سيجدد كل شيء، سيجدد البشر ويجدد الكون. المسيحية إذن هي دعوة إلى خليقة جديدة. معلش ده لما يبقى الكاتب بيوعظ يعمل كده، معلش استحملوني. هي دعوة إلى خليقة جديدة، طبيعة جديدة. المسيحية هي نقلة تطورية، يعني زي ما تقول the new. بيقول بول تيليك أحد اللاهتيين كتاب مهم ليه اسمه الوجود الجديد، وجود جديد، نقلة تطورية، إنسان جديد، فصيلة جديدة، نوع جديد، upgrade of the human existence. مثله المسيح ودشنه المسيح وبدأه المسيح بالقيام من الأموات. شفنا new humanity، تقدر تلمسه، تقدر تمسكه، يقدر يأكل، لكن يدخل ويخرج الأبواب مغلقة. غريبة جدا. وحامل في جسده علامة مشروعه. فخور جدا بمشروعه. مش مستعر من اللي عمله، عشان اللي عمله عظيم. جاء بالبشرية مرة ثانية إلى حضن الآب. هذا الوجود الجديد روحي الآن، وسيصير جسديا أيضا في اليوم الأخير. إذن ظهور الوجود الروحي الجديد في شخصية الإنسان ده ممكن نسميه كده ترم اسمه التلمذة. يعني إيه التلمذة؟ التلمذة مش معلومات، مش أعرف معلومات عن الله وعن المسيح ولا معلومات عن نفسي، لكن بشكل أو بآخر زي ما كنا بنقول جون كالفن بيقول علاقتي بالله وعلاقتي بالمسيح وعلاقتي بنفسي ومعرفتي لله ومعرفتي نفسي تشتغل بطريقة معينة مع كثير من التمخض لكي يبدأ يظهر شكل شخصية المسيح في جسدي، في شخصيتي. محبة أهم حاجة، الكي بوينت لشخصية الله حبة، فرح. أنا حياتي مليانة حزن، حزن وفرح. تبقى بتبكي لكن فرحان، بتبكي الحاجات لكن لا تبكي مثل الباقين الذين ليس لهم رجاء. سلام، الصراع اللي بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وأخيه الإنسان هو علامة السقوط في هذا العالم.
عندما يبدأ المسيح في أن يتملك القلب والشخصية يبدأ السلام. والسلام مش هيجي في يوم وليلة، أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. لطف، صلاح، جودنس، أمانة، وداعة، تعفف، فكر المسيح. تبتدي يبقى ليك فكر المسيح، مش أن أنت تفكر في المسيح أو تعرف فكر المسيح، لا، تفكر زي المسيح. حاجة مختلفة خالص. يعني ممكن الإنسان يدرس اللاهوت ويدرس الكتاب المقدس. في ناس بتدرس الكتب المقدسة في الجامعات وهم مش مؤمنين أصلا. انت ممكن تعرف فكر المسيح كويس قوي، وده انت ممكن كمان تعجب. في ناس كتير قوي بتعجب بفكر المسيح، لكن التلمذة هي انك تفكر مثل المسيح. ومشاعر المسيح مش ان انت تحب المسيح، لا، تحب زي المسيح، يحب فيك، تحب بقلبه. إرادة المسيح مش ان انت تطيع المسيح، فكرة ان انا اخضع ارادتي واصلب ارادتي واعمل ارادته، دي مرحلة. هو ده اكلمة، هو اعظم من كده، ان ارادتك نفسها تبقى ارادته، تبقى بتحب المسيح. عايزك تعمل اللي انت عايزه، صدق، عايزك تعمل اللي انت عايزه، بس عايز اللي انت عايزه يتغير. هو مفيش اجمل من ان انت تعيش اللي انت عايزه وفي نفس الوقت اللي انت عايزه ده يبقى صح 100%. في اجمل من كده؟ هي دي شركة الطبيعة الإلهية، هذه هي الدعوة، إني أشعر بمشاعره. التعبير أحشاء يسوع المسيح ده، أحشاء يعني affections، أحشاء يعني مشاعر. في الحشا يعني المشاعر، المكتئب أو الحزين أو بتاع بيجيله مشاكل في بطنه، يعني المصارين والمعدة، القولون العصبي بتتأثر بالمشاعر جدا. عشان كده اختاروا كلمة الأحشاء للتعبير عن المشاعر. لما تلبس أحشاء المسيح يبتدي يتصور مشاعر المسيح تلبس مشاعرك. يعني مشاعر بولس دي، بولس صغير جدا، بولس ده كان بيكره الناس جدا، كان بيروح عايز يقتل ويقبض على الناس، وكانوا بيرجموا استفانوس هو قاعد مبسوط. يعني مشاعره ما كانتش رقيقة جدا، ولا كان يعني بيشتاق إليهم، لا خالص. بيقول، هنا بيقول حافظكم في قلبي. لما تحفظ انسان في قلبك، دي ممكن نتكلم فيها شويه يعني، بس هناخد من الوقت. ان انت بيسموها كده to have empathy مش sympathy. sympathy من sim يعني with، زي symphony مع اصوات متناغمه. لا، empathy يعني to feel in مش to feel with. يعني تدخل عالم الإنسان وتشوف الدنيا من منظوره، تخش عالمه وخليه يحكي لك ويحكي لك. وهي العلاج النفسي كده، الشخص يحكي 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 ونقعد نسأله أسئلة عشان يحكي أكتر. ليه؟ عشان أخش عالمه وأشوف الدنيا من منظوره، ساعتها أحس فيه مش أحس معاه. دي اللي بيعبر عنها، بيقول حافظكم في قلبي. ليه؟ عارف، زي الأسيس خالد كده تقريبا عارف تفاصيل حياة كل واحد كنيسة. مذهل، بحس فعلا في كده، حافظكم في قلبي، مش عارف عنكم معلومات، لا، داخل حياتكم وحاسس انتوا حاسين بايه. هو ده الامباثي. فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم. وبعدين بقول ايه، على فكرة انا مش كده، دي مش مشاعر يعني. يعني انا ما برجع بالزمن كده، انا ما كنتش بطيء حد اصلا. دي احشاء يسوع المسيح. كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. فالبسوا كمختاري الله القديسين، البسوا المحبة. وفي رومية 13-13 يقول إيه؟ البسوا الرب يسوع المسيح. لما تلبس الرب يسوع المسيح تلبس محبته، تحب زيه، تبقى ملبوس. تبقى ملبوس. بس هو بقى لما المسيح يلبسك غير ما الشيطان يلبسك. الشيطان يلبسك يأيدك، المسيح يلبسك يحررك. تبقى بتكلم كلامه، بتفكر زيه،
لأنكم قد متتم. يعني من هنا ورايح لما أنا أبقى شايف إن أنا مدعو إني أحيا حياة يسوع وشخصية يسوع، بس بشرط يقول لي أوسم إيه شخصيتك القديمة دي تموت قوي 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 قوي، لأن دي مش أنا، ده الموت اللي سكنني منذ أن سقط الإنسان، وأنا أريد أن أميت موتي لكي أحيا في المسيح ألاقي نفسي الحقيقية. لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة. بولس بيقول أنا حياتي مستترة، مشاعري مستترة في مشاعره. لما لاقي نفسي بحب كده أقول دي أحشاء يسوع المسيح، لما لاقي نفسي بفكر كده أقول أما نحن فلنا فكر المسيح، لما لاقي أنا بعمل حاجات أنا ما كنتش أحب أعملها أقول أنه المسيح يحيا فيه. لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. دي الحالة الروحية. وبعدين الحالة الجسدية بقى، متى أظهر المسيح حياتنا؟ في اليوم الأخير حينئذ تظهرون. أنتوا دلوقتي مستورين فيه مع المسيح. صلبت، ده يعني ده كلوسي وده غلاطي أظن، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أفكر بفكر، لأن من عرف فكر الرب فيعلمه ومن نحن فلنا فكر المسيح. طيب إيه بقى فكر المسيح ده؟ قلنا عنه شوية في الأول. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. وده مش هيحصل بأن أنت تحاول تفكر، لا، أنت لما تلبسه ويلبسك هتلاقي نفسك تدريجيا بتفكر بالطريقة دي. إيه هو الفكر؟ عكس فكر آدم بالظبط. فكر العالم والجسد والخليقة الجديدة وآدم هو أنه أنا المركز وأجذب إلي الجميع، أنا عايز كل حاجة. فاكرين اللي كنا بقول امبارح الجنان اللي في العالم، كل واحد عايز يبقى كل حاجة. هو ده، لما أشوف أي حد بيعمل حاجة أنا بعرفش أعملها بقى متضايق، عايز أعرف أعملها، عايز أبقى أجمل من كل الستات، عايز أبقى أغنى من كل الرجالة، عايز يبقى دمي أخف من كل الناس، عايز من كل بستان ورد. أنا عايز زي إيه يعني، أنا بشوف ده في نفسي بقى بشكل واضح وبسيط يعني، وسهل إن أنا أشوفه في نفسي من غير ما أزعل من نفسي قوي. في الأوبن بوفيه يظهر السقوط الإنساني. الأوبن بوفيه ده معمول علشان كل اللي بيحب حاجة يلاقيها. لا يعني اللي بيحب السمك يلاقي ياخد حتة سمك ويقعد ياكلها، اللي بيحب اللحمة يحب الفراخ وكده. لا، أنا بقى فكري إن كل الحاجات دي معمولة عشان أكل منها أنا كلها. فنلاقي بقى إيه الطبق، حاجات ما بنعملهاش في بيوتنا ولا بنعملها في أي مطعم ألاكارت، تحط لحمة وفراخ وسمك في طبق واحد، صح ولا مش صح؟ ولا انا بس اللي بعمل كده؟ وجمبري مفيش مانع، وتروح على طبق على بوفيه السلطات ما تخليش سلطه الا ما تاخد منها، وبوفيه الحلو والعيش برضو ناخد من انواع العيش برضو ما جراش اي حاجه. وبعدين تطلع من البوفيه، يعني انا كان ليا مواقف وجوديه مع البوفيه المفتوح، بطالع من البوفيه وبعدين ابتدي اكلم نفسي بقى، الميتانويا اللي بنتكلم عنها، العقل الاعلى بيكلم العقل الاوطى. العقل الاوطى ده اللي فيه فكره بتقول ايه؟ لقد جعلت كل هذه الاطعمه في الاوبن بوفيه لكي اكلوا منها كلها، وانني اذا فتت طعاما لكنت اذا من الخاسرين. صح؟ ده فكر منطقي، ده جنان رسمي. فالعقل الاعلى بقى اللي بيمسك العقل الواطي ده يقول له أوسم أنت بتعمل كده ليه؟ يقول له عشان أنبسط. يعني هو إيه يا حرام يعني واحد بياكل يعني في إيه؟ طب معلش لا مؤاخذة، أنت مبسوط دلوقتي؟ بصراحة لا، بطني بتوجعني. طيب أنت في سبيلك إلى الانبساط حققت لنفسك الألم، هل هذا منطقي؟ دي اللي اسمها التوبة على فكرة، دي اللي اسمها تجديد الذهن. عارفين توبة باليوناني يعني ايه؟ يعني ميتانويا. نويا يعني عقل. عارفين بارانويا؟ يعني عقل موازي، اللي هو كل حاجة يفسرها تفسير آخر، كأن عنده عقل موازي.
ميتا يعني فوق، بارا يعني بارالل، وميتا يعني فوق، زي ميتافيزيكس، فوق طبيعيات. ميتا نويا هي ان دايما تفكر فيما تفكر فيه، ان عقلك الاعلى الذي يستقبل المنطق ويستقبل فكر الله دائما ما يحاور ويبكت ويصحح عقلك الادنى الذي غرس فيه العالم افكارا غير منطقيه تؤدي الى موتك. موتك فعلا، انا لو فضلت تاكل بالطريقه دي حموت بدري. دي ميتانويا اللي هي بالقبطي مطانيه. مطانيه توبه، هي كده تجديد الذهن. انه دايما الفكر ده يموت لانه بيموت، وعندما تميت موتك فانك تحيا. فكر الملكوت اطلع لبره. لما اكل بعض الاكل واموت عن اكل البعض الاخر احيا. لما احب مراتي واموت عن محبه النساء الاخريات زواجي احيا، وعيلتي واسرتي تحيا. عندما أخرج خارج نفسي أحيا. البذرة تحيا بأن تمزق قشرتها الميتة وتصنع ساقا وجزرا وتأتي بثمر 30 و60. إن رفضت أن تخرج خارج نفسها وقررت أن تنحصر في نفسها فيتبقى وحدها. ده سنة الحياة. عندما يمات الموت تحيا الحياة. أولا أشعر بمشاعره، أفكر بفكره، أريد مشيئته من القلب. هانذا جئت، بدرج الكتاب المزمور يقول مكتوب عني، دي نبوة عن المسيح، أن أفعل مشيئتك يا إلهي. مش صارعت إنما سررت. أنا بقيت أحب مشيئتك. وشريعتك بقت فين؟ ما بقتش في ذهني الأعلى، زي ما كنا بقول امبارح، نزلت بقت فين؟ بقت في جسمي. شريعتك وسط أحشائي. يعني my automatic response was became what you want me to do. انا بقيت اكره الخطيه. الخطيه بتقفلني، بتفصلني، زي ما واحد كده مثلا يكون ايه عامل دماغ معينه وبعدين يا اخي انت فوقتني. الخطيه تبقى كده بتفصلني. مش عاملها تاني، دي فصلتني. لو انت عايش مع الرب وعايش قلبك بيلهج وبيفرح بالرب، تيجي الخطية تفصلك، تبقى بتكرهها. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك أصبحت في جسدي، أصبحت ردود أفعالي التلقائية، أصبحت عاداتي. أنا بقيت أستنى أنام بدري عشان أصحى قبل ما الناس كلها تنام، قبل الناس كلها ما تصحى، عشان عندي رانديفو. صح كده نور؟ رانديفو مع الرب. بقيت احب ده. شريعتك في وسط احشائي. الرب يسوع لما كانوا بيجيبوا له اكل ولقوه بيتكلم مع المراه السامريه، طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني وأتمم عمله، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. لما يبقى أنت بتعمل مشيئة الله من القلب، عاملين مشيئة الله من القلب في أفسس يقول. العنوان بقى الدليل على كده أن أنت تقدر تعمل زي بولس كده. بولس ما كانش بيعمل حاجة عشان حد، عشان كده بمجد وبهوان، بمجد شغال بهوان شغال، لانه انا لما بعملش ده طمعا في مجد او هروبا من هوان. بصيت حسن بصيت ردي، مضلين ونحن صادقون، مجهولون ونحن معروفون كما اتي. يعني لما يسقفوا البولس ما ينتفخش قوي، لان تسقفهم مش فارق معاه قوي. لما يشتموه ما يحزنش قوي، يحزن بس ما يحزنش قوي، ويقدر يفوق من حزنه. لما ابتدى يهاجموه، واحد قاعد يهاجمه في كنيسة كورنثوس، قاعد أصحاح يدافع عن رسوليته، كورنثوس الثانية أظن 11 و12، وأنا عملت وأنا عملت، وإزاي تقول علي كده؟ إيه اللي بعمله ده؟ قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني. لا 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 لا، لا أنا، بل نعمة الله التي معي.
على طول بيدرك انه بيتكلم دلوقتي بيتكلم بالجسد. لا 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 خلاص، انا بكل سرور انفق وانفق لاجل انفسكم، وان كنت كلما احبكم اكثر واحب اقل فليكن فليكن. ليه؟ عشان انا مش هدفي انتم، انا اقل شيء عندي ان يحكم فيا من ضمير بشر. ليه؟ لان شريعه الرب اصبحت في احشائي. يعني بالعربي كده انا بعمل كده المزاجي، انا بخدم وبعيش الحياه المسيحيه وبتلمذكم وبعلمكم بولس يقول عشان انا مزاجي كده، انا بحب كده، انا بعمل دماغ بالموضوع ده. ربنا عايزك تبقى كده، دماغك تبقى مشيئة الله، تفرح تفرح تحس بيه ان انت في قلب الغرض من وجودك في هذه الحياة، تبقى زي ما بيقولوا كده centered grounded. يعني زي المكنة كده لما تبقى ايه عملت كليك كده بقت ايه صح، ركبت صح، تحاول تركب حاجة كده اول ما تعمل كليك انت مشيئة ربنا تبقى الكليك بتاعتك فتشتغل تفرح. هذا هو رجاء دعوة الله لكل واحد فينا، اننا من خلال عمل المسيح العظيم على الصليب وفي القيامة ننال التبني، فداء ارواحنا وشخصياتنا هنا، إذ يتصور المسيح فينا فكراً وشعوراً وإرادة، ثم ننال التبني فداء أجسادنا إذ يقيمنا معه ويجلسنا معه في السماويات في كل فوق كل سلطة ورئاسة. خلونا نشكر الرب، ألا يستحق أن نهتف ليه ونسبحه طول الأبدية؟ شيء كبير جدا انا متهيألي حيخلينا نسبح طول الأبدية لما نمسك بإيدينا الوعد ده، هتقعد طول الأبدية تشكر وبشكل تلقائي وبدون ملل. غمض عينينا كده واشكر رب شكر شخصي، موجه له جواب شخصي، صح بنشكره مع بعض ككنيسة وكبشرية، لكن نوجه له جواب شكر شخصي. أشكرك لأنك اخترتني للتبني بيسوع المسيح، أشكرك لأنك اخترتني لأكون مثله، لأن أرث معه، أن أصير من ورثة الله ووارثا مع المسيح. الشكر ده لازم يترجم. بولس الرسول يقول لك إذن 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 نحن مديونون، احنا مديونون. زي ما بتشكر واحد كده تقول له أنا مديون ليك، والدين اللي عايزك تسدده مش ليه، ده ليك، إن أنت ستعمل معه لكي يتحقق ويتصور المسيح فيك. هاليلويا. نفسي نرنم الترنيمة اللي رنمناها، منيتي يا قلب يا ربي اختن لي قلبي العنيد، موت الموت اللي فيا، القشرة التخينة دي اللي ممكن تمنع الحياة، اللي انا كنت فاكر انها بتحميني دي بتحرمني، بتحرمني من اني اخرج خارج نفسي ويتصور المسيح فيا، اذ اموت عن ذاتي وتصير حياتي مستترة في المسيح، كي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا.
اختن لي قلب العنيد فهو العائق الوحيد. ما حدش يقدر يمنعنا عن محبة المسيح إلا كبرياءنا. لا أحد يستطيع أن يخطف من يدي، يقول يسوع. لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح، لا شدة ولا جوع ولا اضطراب ولا عري أو خطر أو سيف، لكن قلبي العنيد يمكن أن يفصلني. لذلك أنا آتي وأقول لك اختن لي قلبي العنيد. قدوس 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 يسوع فهو العائق الوحيد بيني وبينك.
وحفظنا
واحنا جينا لك نتخصص شعب المسيح مفروز وعشان كلامك هو الحق وغير كلامك ما مش حق هنرفضه ونقول له لا وبالوصايا القدوس ونعيش عشان نخدم شخصك مشتو كرامة كل اسمك كل الشباب يتكرس لك ويسيب معك محفوظ يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس افتح يا رب افتح يا رب معانا بيوت عبيدك تحفظها بإيدك وتصونها صوت الترنم يغمرها تيجي بحضور ملموس مفيش مثيلك يا غالب تصنع لشعبك عجائب وتحفظه في التبليس مدعوس إبليس يعود مدعوس يا علي يا قدوس يا خالق النفوس شعبك ناوي أمامك زي النهيمة قدام شلالك يا علي يا قدوس فضينا منها أيدينا لا تخصنا ولا يشلينا وقدست السيرة ما هيش غنى وفلوس ونحن هنكلبش فيها خطوة قدم ونعديها لكن نلوفنا ما تبغيها عبري بعزم الدوس يا طمن روح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مسدود واللي تخاف ليه متشالف عينيه منبوش في ايديه شعرك معدود ربنا موجود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بيأمش ملوش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي يا سلام يا سلام يا سلام يا هلا طول ما هو وياك وإيدي سندك وعليك بيسور خلي مسؤول عنك على طول للغم يزول والفرح ربنا موجود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بنمشي وما
ربنا موجود ما تعلش الهم